معلش يا جماعة، كنت فعلا شرقت، أنا آسفة، معلش شرقت وإيدي داست غلط على، أنا في حد ناقق عليا النهاردة، أنا آسفة معلش. فأدي يا جماعة الجريدنج A B C، B الكرونيك، C الأجريسيف، A اللي هو زي ما اتفقت معاكم البريدنتايتس اللي هي بتيجي نتيجة الإيه، العيان اللي عنده كمية ديبوزيتس زيادة قوي والدستراكشن اقل من اللي انا متوقعاه. يفرق ايه معاك؟ يفرق معاك ان كده ده العيان ده مناعته كويسه قوي، العيان ده عنده مناعه كويسه جدا، واتفق على ان الريسك فاكتورز، اكتر ريسك فاكتور سيستميك تاثر في البريدونتاي او تخلي ريت الدستراكشن عالي في البريدونشيوم، السموكينج والانكنترولد دايابيتس ميليتس. خلاص قال لك دول بالتحديد يعني كتير قوي تاثيرهم معايا كده. طيب امال ايه الستيجنج؟ تعالوا نشوف مع بعض ايه هو الستيجنج. الستيجنج قسم لك في البريدونتايتس اكوردنج للسيفيريتي وللكومبلكسيتي بتاعت الديزيز مانجمنت، بدا يربط لك الدنيا ببعضها. في علامات كده كتير موجود، ديستراكشن قد ايه، كلينيكال اتاتشمنت لوس قد ايه، كلام ايه ده بيعني ان في حاله هيبقى تريتمنت بتاعها سهل وحاله تانية التريتمنت بتاعها هيبقى مور كومبليكيتد. فربط لك الحته دي في جدول بسيط جدا هتشوفه معايا دلوقتي. قال ايه؟ لو انت شايف فوق هتلاقي في عندك ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4، 4 ستيجز. تمام، انا خلصت لك الجريدنج وهتشوفه دلوقتي الكلام اللي انا قلته لك موجود. نخش على الستيجز كده، تبقى دي اخر سلايد هشرح فيها. راح مقسم لي الاتاتشمنت لوس، شوفوا نفس الكلام هنرتبه تاني. قال لك انه ستيج 1 فيها الاتاتشمنت لوس من 1 ل 2 مللي، وستيج 2 من 3 ل 4 مللي. يعني تقصدي تقولي ان دي ايرلي ودي مايلد بريدونتايتس، صح؟ هو اعترف بكده. طب ستيج 3 و 4 راح مخلي لك الاتاتشمنت لوس هيفضلوا على فكره كومن في نقطتين، الاتاتشمنت لوس سواء في ستيج 3 او ستيج 4 اكتر من او تساوي 5 مللي. مش فارقين؟ لا، في النقطه دي مش فارقين. خلاص. طيب يا دكتوره، اما اجي اشوف الراديوجرافيك بون لوس في كل واحده هتلاقي انه لو انت ماسك الاشعه كده، تعال عند السي اي جي يعني من بدايه الروت لحد نهايته وابتدي شوف لي نسبه مئويه بالتقريب. قال لك انه بما ان ستيج 1 الاتاتشمنت لوس من 1 ل 2 مللي بس، ده معناه ان الكرونال 1/3 بس هتلاقي فيه بون ريزوربشن قليل قوي، اقل من 15% من الكرونال 1/3. امال في ستيج 2 من 15 لحد 33، خلاص نزلنا شويه. 3 و4 قال لك هنا لا، هتلاقي تقريبا انت وصلت لحد الميد روت او انت وصلت ليه او بياند الايبكس، هنا ريزوربشن اعلى. لو انت هنا بتربط الكلام ببعضه هتلاقي ان فعلا متفق مع 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 درجه الاماو درجه الاتاتشمنت لوس متوافقه مع درجه البون ريزوربشن. عندك من 1 ل 2 مللي كرونال 1/3 15% اقل من 15%، 3 ل 4 من 15 ل 30 33. طيب زادت الاتاتشمنت لوس بقت 5 مللي او اكتر، يقول لك ممكن نص الروت او تعدي، ما هو تبع الدرجه. كل دوت لما اجي اقول لك علاج مين اصعب او علاج مين هيكلف اكتر، اظن انت بدات تربط. الراجل قسم على اساس ايه؟ قال لك هيشوف لك السيفيريتي بتاعت الحاله ويربطها لك بالكومبلكسيتي بتاعت المانجمنت بتاعها. هو بيربط لك الدنيا ببعضها بدل ما احنا نقعد نشرح كل حاجه لوحدها. الراجل لامن كل حاجه في التبر اللي قدامك ده. طيب التوث لوس نتيجه البريدونتايتس، تالت نقطه، هل يا شباب لوجيك ان انا اقول لك عيان عنده بس اتاتشمنت لوس 1 ل 2 مللي او 3 او 4 مللي ممكن دي تتسبب في فقد السنه؟ هقول لك لا. يعني ستيج 1 وستيج 2 شوفوا هنا بداوا يبقوا مشتركين، بقى هتعكس بقى اهو، هنا بداوا يتفقوا. هقول لك مفيش احتمال ان يحصل توث لوس نتيجه هذه الدرجه في الكلينيكال اتاتشمنت لوس، لان هي ايه؟ احنا بنتكلم في ايه؟ ستيج 1 وستيج 2 وستيج 2 من 1 لحد 4 مللي، لا من 1 لحد 4 مللي صعب ان يحصل يتسببوا في فقد السن از ريزلت للبريدونتايتس. لكن لو وصلت 5 مللي او اكتر
بدات تبقى ستة، بدات تبقى سبعة، كل ده ابيكال مايجريشن، وعماله الجانكشن اللي بيثيليوم ينزل لتحت والروت يتكشف. هنا ممكن يحصل يتسبب الكلينيكال اتاتشمنت لوس الكتير او السيفير ده في ان السنه فعلا تتلخلخ ويبتدي يحصل ديستراكشن للبون، يلخلخها من مكانها. تمام كده يا ولاد؟ تاني يبقى اتاتشمنت لوس من 1 ل 2 مللي او 3 ل 4 مللي كده، ده ستيج 1 وستيج 2. هو اعاده تسميه على فكره، ده اللي كان بنسميه زمان في الكرونيك ايرلي ومودريت. طيب 5 مللي او اكتر سماها ستيج 3 و4، ما فرقوش في النقطة دي. جينا نتكلم على الاماونت اوف بون لوس، قال لحضرتك هتمسك فيلم الأشعة وتشوف أقل من 15% من الكرونال 1/3، لأ دي كده ستيج 1، لأن مينيمال بقول لك 1 مللي. طب من 3 ل 4 هيوصل شوية، خد يعني لحد مكمل في الكرونال بس نازل لتحت شوية لحد 33%. طيب 5 مللي او اكتر لا، بدا يوصل ميد روت ويعديه لحد الايبكس. تمام كده؟ اما اجي اتكلم على التوث لوس از ا ريزلت للكلينيكال اتاتشمنت لوس ده او للبريدونتايتس دي، هتلاقي الدرجه الاولى والثانيه بما ان فيهم درجه بسيطه من الكلينيكال اتاتشمنت لوس والديستراكشن للبريدونشيوم هيبقى صعب، مفيش احتماليه فقد للسن از ا ريزلت للبريدونتايتس. الراجل بيربط اهو، شوفوا السيفيريتي والمانجمنت بيربط لك الدنيا ببعض. لكن الناحيه الثانيه لا، كل ما زاد الاتاتشمنت لوس، لان الحالتين دول يعتبروا سيفير بريدونتايتس، هنا السنان ممكن تفقد نتيجه البريدونتايتس. وافتكروا الصوره اللي كنا بنقول فيها الايرلي والمايلد والايرلي والمودريت والسيفير، في السيفير فعلا كانت السنان ممكن تفقد لانه بيبقى بتكمل بقى الدستراكشن، ممكن يوصل لحد اللي ياكل العظم خالص ويحصل سيفير ريزوربشن والسنه تبقى لوست. طيب عدد السنان التي فقدت، ها اب تو بيقول لحضرتك اقل من او يساوي 4 سنات، ده يعتبر ستيج 3، اكتر من او يساوي 5 يعتبر جريد 4. حلو كده. تاني لو انا العيان فقط سن 2 3 لحد 4 ده يعتبر ستيج 3، لكن عدد السنان دوت اذا كان 5 او اكتر يعتبر كده ستيج 4. يعني كل ما زاد الدستراكشن عدد السنان اللي بيفقد كل ما زادت يعني اتنقلت الحاله من ستيج 3 لستيج 4. يبقى هم بداوا يفرقوا في المرحله دي بس. فهمتوا كده؟ اظن كلينيكال اتاتشمنت لوس سهله، اظن الراديوجرافيك بون ريزوربشن برضو سهل، ادي التيث لوس از ريزلت البريدونتايتس. بدانا نفهم انه كل ما كان الكلينيكال اتاتشمنت لوس قليل كل ما كان التوث لوس بعيد قوي انه يحصل بسببه، ولما يزيد البون الدستراكشن بتاع البريدونشيوم تفقد السنان. طبعا لوجيك. عدد السنان اب تو 4 ستيج 3، 5 او اكتر اتنقل لستيج 4. طيب من غير بقى ما اتكلم، مدام كلينيكال اتاتشمنت لوس قليل 1 2 3 4، يعني ستيج 1 وستيج 2، هتلاقي البون ريزوربشن الباترن بتاعه هوريزونتال، موست بروبابلي ده هوريزونتال. حلو. وهنعالج اكتر كونزرفاتيف، مش هنلجا لجراحه، خلاص هيبقى الحل الجراحي بعيد شويه. لكن ستيج 3 وستيج 4 البون ريزوربشن بيبقى فيرتيكال والحل الجراحي بيبقى هو الاكثر فاعليه. طيب ستيج 4 ايه قصتها؟ ان الدستراكشن بتاع البون بيبقى اكتر شويه، بتلاقي الفركيشن درجات الزياده، بتلاقي الريجس افكتد قوي، فبيبقى العيان غالبا محتاج لجراحات تعويض للعظم بشكل اكتر. حتى لو هتعمل له امبلانت يبقى محتاج الاول ان انت تعمل ريدج اوجمنتيشن وكده. يبقى تعالوا نربط الدنيا بقى، ايه سيبوا السلايد خالص. انا عندي كام ستيج؟ 4. اديني اتاتشمنت لوس، ها هما الثلاث درجات مفيش غيرهم، 1 ل 2 3 ل 4، 5 مللي او اكتر. 5 مللي او اكتر دي تحتها ستيج 3 و4، 3 و4 بون ريزوربشن
كل ما قل الكلينيكال اتاتشمنت لوس كل ما قل البون ريزوربشن، وبالتالي انت عندك حاله اقل من 15% من الكورونال 1/3 من 15 ل 33 اللي هي ستيج 2، الثانيه لا ميد روت او تحت الابكس. معايا كده؟ طيب توث لوس بعيد قوي يا دكتوره ان ستيج 1 و2 اللي هم لطاف كده واللي برضو لسه الدنيا بخيرها والكلينيكال اتاتشمنت لوس قليله انها تتسبب في فقد السنان. 3 و4 لا تفقد لان الدنيا زادت، البون ريزوربشن زاد. اب تو 4 سنات ستيج 3، 5 او اكتر ستيج 4. باترن اوف بون ريزوربشن ستيج 1 و2 ايه يا شباب؟ تاني باترن اوف بون ريزوربشن ستيج 1 و2 هوريزونتال، 3 و4 فيرتيكال. هوريزونتال يبقى الحل الجراحي بعيد شويه، خلاص الكونزرفاتيف افضل. وده مش جديد، احنا قلنا الكلام ده كله على فكره، الراجل بيرتب معاك المعلومات بس هنا انت بيساعدك تاخد القرار صح. طب واربعة وتلاتة لا دول بقى الحل الجراحي، لان في فيرتيكال بون ريزوربشن وفي كلينيكال اتاتشمنت لوس جامد قوي. حلوه قوي، اعمل ايه في القصه دي؟ ابتدي شوف بقى، هتلاقي الدرجات ال هتلاقي الدرجات بتاعه ال البون ريزوربشن في كل تبع ما هي موجوده هتلاقيها اكتر في 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 اربعه، وبالتالي هي محتاجه جراحات تعويضيه يمكن قبل ما تاخد حتى قرار بامبلانت. هتلاقي دايما الديفكتس زياده في البون في اربعه عن ثلاثه. معايا كده؟ بس قسمها لي بقى اكوردنج للديستريبيوشن، راح قايل لك اللوكالايزد اقل من 30% من عدد السنان بيبقى افكتد، ولو جنرالايزد بيريدونتايتس يبقى اكتر من 30%. يبقى 30% او اقل دي لوكالايزد، و30 واكتر من 30% يبقى جنرالايزد. فاذا الكلام مش جديد. وادي يا جماعه الجريدنج زي ما قلت لكم A B C. A قال لحضرتك انه يهمني قوي بس انك تعرف القصه دي، السبب ان في هيفي ديبوزيتس لكن مينيمال ديستراكشن عن الاكسبكتد. بي قال لحضرتك انه لا في دايركت ريليشن بين الاثنين. وثلاثة قال لحضرتك او سي قال لك ان هي دي موازي لتعريف الاجريسيف بيريدونتايتس، العيان اللي عنده ديفكت في المناعه وعنده كميه ديبوزيتس قليله. وقال لحضرتك ان في سموكينج و uncontrolled diabetes بالذات دول هم اكتر تو فاكتورز هتلاقي انه لهم دور في البيريدونتايتس. معايا كده؟ هتلاقي غالبا ان جريد A نون سموكر وجريد B وجريد C بيبقوا السموكينج بيبقى له تاثير في فيهم او ممكن يساعد اكتر على الظهور بتاعهم. برضو الديابيتس لو العيان دايابيتك في جريد A هتلاقيه غالبا كنترولد، لان الفاكتور ده له دور زي ما قلت لك، كل فاكتور من دول ليه دور في الباثوجينيسيس بتاعت البيريدونتايتس، كل فاكتور من دول. فلو هو عيان دايابيتك وكنترولد هتلاقيه هيساعد نفسه، هيبقى في اتجاه ايه. لكن بي وسي هيبقى لا، بدا درجه الانكنترول دايابيتس تزيد، وبالتالي هي بتساعد اكتر في انتشار البريدنتال ديستراكشن. كده احنا نبقى خلصنا المحاضره بتاعت النهارده. هي سبحان الله يمكن كانت طويله شويه، معلوماتها كتيره، بس هيتقسمت ثلاث مرات، مره شرقت ومره غلطت. وفي نفس الوقت احنا نعتبر راجعنا على المحاضره اللي فاتت وشرحنا اهوت وعدنا كتير. معلش انا عدت شويه في الكلاسيفيكيشن الجديده لسببين. اول سبب ان انا اثبتك واحنا بنثبت المعلومات تاني وبنراجع كل حاجه، وفي نفس الوقت عشان ما يحصلش لخبطه، لان في ناس ممكن طبعا عشان احنا بنعيد تشكيل المعلومات بشكل مختلف ممكن يتلخبط مني شويه، فبفكره وبراجعها عشان بس ايه اثبتها معاه. تحت امركم وعندكم الارقام بتاعتي، اللي يحب يتواصل معايا او يستفسر عن اي شيء انا تحت امركم. ويعني ان شاء الله كده جود لك، وبتمنى لكم التوفيق باذن الله. ميرسي جدا ومع الف سلامه.